زي ما كنت بقول لك، احنا عندنا الانتخابات بدأت يوم الجمعه، عندنا الانتخابات النهارده السبت، عندنا الانتخابات بكره باذن الله سبحانه وتعالى يوم الاحد سبت وحد، هيبقوا دايما هم الاقبال الاعلى في الخارج تحديدا في اوروبا، دول المهجر الى ذلك. اما بخصوص الخليج فهتلاقي انه الانتخابات بالتاكيد بالكثافه العاليه يوم الجمعه مش السبت والحد طبعا، لانه هنا بتختلف الويك اندز او الاجازه بتاعت نهايه الاسبوع، بيبقى الموضوع مختلف تماما ما بين جمهورية مصر العربية والدول العربية وطبعا ما بقيت دول العالم أو أغلب دول العالم. خليني أخد معايا على التليفون سيادة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وطبعا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا أهلا يا سيادة النائب. أهلا وسهلا. عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ زي الفل الحمد لله. طبيعة الانتخابات طبعا بره. طبعا. قول لي ايه الاخبار وشايفها ازاي؟ تحلل المشهد الانتخابي سواء اذا كان في الدول العربيه او في اوروبا والمهجر. الحقيقه ان الدول العربيه طبعا المصريين في خارج الدول العربيه يعني ابدوا يعني رساله وملحمه وطنيه كبيره جدا في التواجد في المقر الانتخابيه، ويمكن طبعا حضرتك عارف ان المسافات ما بين بعض المدن زي في السعوديه مثلا للمقر الانتخابات بتتعدى 200 كيلو 300 كيلو، لكن المصريين حرصوا يوم الجمعه ويمكن النهارده لغايه يعني العصر على التواجد بشكل كبير. طبعا كان في يوم اجازه اللي هو يوم الجمعه، وبعض المدن اللي فيها اجازات السبت سمحت برضو ان الناس تتواجد امام صناديق الاقتراع. الحقيقه ان المصريين في الخارج بيثبتوا وبيدوا رساله مهمه جدا، وهي فكره الجسر المتواصل مع الوطن. ان المصريين يعني بيدوا رساله للعالم كله، احنا ملتفين حوالين الدوله المصريه طبعا، احنا بنمارس الديمقراطيه بشفافيه وبنزاهه وبتنافسيه متكافئه ما بين الاربع مرشحين الرئاسيين. الحقيقه برضو من اللافت يعني ولازم نذكره ان الاربع حملات رئاسيه متواجدين في مع الجاليات المصريه، وده مثال جيد وحراك سياسي جديد يضاف الى يعني 10 سنوات من الاستقرار ومزيد من الديمقراطيه. فالحملات الاربعه موجوده بره ومتواجده وناشطه. وبترصد وعندها كمان يعني غرف عمليات لمتابعه المصريين بالخارج، وده تقدم كبير جدا نحيي عليه الاربع حملات. طبعا. الحقيقه ان احنا بكره في انتظار زي ما حضرتك كنت بتقول قبل المداخله بتاعتي، ان يعني بكره دول اوروبا وامريكا وكندا هيبقى فيهم التصويت ان شاء الله يعني هيعلى، لان هو يوم اجازه الناس متعوده عليها انها تروح. طبعا النهارده كان في كثافات يعني متوسطه طبعا، لان في بعض المناطق كان كمان فيها سقوط ثلوج وبعض الاجواء الجويه الغير مستقره، لكن برضو احنا لازم يعني ننبه الى احترافيه الهيئه الوطنيه للانتخابات في اختيار الثلاث ايام للتصويت في الخارج، لانها قدرت تختار ثلاثه ايام فيهم توازن ما بين الاجازات ما بين صح. المناطق العربيه والمناطق في الغرب او في امريكا صح. فده ادى رساله للمصريين ان الهيئه الوطنيه كمان حريصه في اختيار الايام على المشاركه الفعاله من المصريين في الخارج. النهارده كان في صوره مهمه جدا احنا نركز عليها، وانا اظن ده نجاح لسياسه الدوله المصريه في التواصل مع المصريين بالخارج. النهارده وامبارح احنا رصدين كميه صور كبيره جدا لشباب من الجيل الثاني والثالث فخورين بجواز السفر المصري الاخضر وبيرفعوه هم داخلين مقار الانتخابات وعندهم حاله من حالات النشوه الوطنيه. برافو. واظن ان هذا المشهد يعني يعتبر مشهد رئيسي في هذه العملية الانتخابية، وبيؤكد ان احنا نجحنا في مصر في بناء جسور تواصل حقيقية وطنية ما بين الدولة المصرية وابنائنا في الخارج، مش من الجيل الاول كمان، من الجيل الثاني والثالث. احنا ما بقاش عندنا انفصال زي سنوات قديمة، واظن ان البرامج اللي كانت بتتعمل على مدار الست سنوات السابقة في ربط الجيل الثاني والثالث بمصر وزيارات الى مجلس النواب ومجلس الشيوخ والى الانجازات والمشروعات القوميه، اظن ان ده نجحت في بناء صوره جديده لدى الجيل الثاني والثالث اللي ممكن يكون اصلا معاش في مصر ومولود بره ويحمل جنسيه ثانيه كمان، لكن الرساله دي مهمه جدا ان احنا نركز عليها، لان دي رساله
لازم تتنقل لشبابنا في الداخل ان الممارسه الديمقراطيه الحقيقيه هي السبيل الوحيد لاظهار الراي الحقيقي للشباب وللمراه ولكل اطياف المجتمع. احنا منتظرين ان احنا يوم 10 و11 و12 ديسمبر نشوف في مصر مش تصويت في الانتخابات ولكنه استفتاء على الوعي السياسي، على الرد على كل المؤامرات التي تحاك لمصر، الرد على كل الاشاعات التي تروج لافشال الانتخابات الرئاسيه. اظن ان احنا علينا واجب وطني طبعا زي ما هو يعني حق ان احنا حق بالمشاركه، لكن علينا واجب ان احنا نظهر للعالم كله ان الشعب المصري لديه وعي كامل وطني باهميه المشاركه السياسية. المؤيد والمعارض ينزل يقول رأيه ويدلي بصوته ويحطه في الصندوق، ويعني هيبقى على مرأى ومسمع من الجميع. أنا بشكرك جدا جدا سيادة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.